لي صراحة أنها درت الكثير من الجدل، خصوصا ما يتعلق بغياب الرئيس. كما كتعرفوا جميعا أنه كاين مقتضيات اللي كتنظم بالنسبة للأعضاء ديال المجلس الجماعي، ونعتبر الرئيس عضوا من أعضاء المجلس الجماعي. كاين المادة 67 وكاين المادة 70 اللي كتعلق فقط باستقالة الرئيس أو تقديم ملتمس للرئيس بالاستقالة. هذا كيتعتبر تقديم ملتمس للرئيس بالاستقالة، وهذا الطلب كيتقدم من ثلثي أعضاء ديال المجلس. هذا الشرط الأول كما قلت أنه كيطلبوه بالاستقالة، وهذا الطلب ديال الاستقالة الملتمس ديال الاستقالة. الشرط الثاني أنه يتقدم من طرف ثلثي أعضاء المجلس. إذا هذه الحالة ما نهضروش عليها لأنها سابقة لأوانها. نهضروا فيما يتعلق على تخلف العضو من أعضاء المجلس الجماعي عن حضور دورات المجلس لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة. وهذه المسألة كيضمها الفصل 67، ولكن فيه واحد الشرط اللي هو أساسي كنعتقد أن واحد العدد يعني كيغفلوه بدون مبرر يقبله المجلس. يعني العبرة ليست أنه راه طبيب، ولكن يكون ما يكونش عذر مقبول وما يقبلوش المجلس. يعني هذا هو النص، بدون عذر مقبول، بدون عذر يقبله المجلس. وكان أعتقد أنه راه ليس الرئيس فقط هو الذي يتغيب عن الدورات، كاين مجموعة ديال الأعضاء يتغيبون، ولكن هناك أعضاء كيصيفطوا الاعتذار كيقولوها العذر اللي عندهم، وكاينين أعضاء يتخلفون يعني كيتخلفوا دون أن يقدموا أي عذر. إذا باش نميزوا في هذه المسألة راه ماشي غير يتخلف ثلاثة دورات ولا أكثر، المسألة أنه يكون بدون عذر يقبله المجلس. أنا ذكر ماشي كطلبوا بالاستقالة، الاستقالة تكون بحكم القانون. المجلس فقط يعاين هذه الإقالة، يعاين ماشي كيصوت باش يقيلو، لا يعاين الإقالة. لا هو أصلا بحكم القانون راه هو موقع، ولكن كما قلنا إلى ما توفرش هذاك الشرط ديال العذر. إذا هدف ما يتعلق بالغياب اللي كتنظمو المقتضيات ديال المادة 67.